أبعيد قراءة رد مكتب رعاية الشباب بجدة وبقول لكم معلومة غريبة شوي عشان بس أأكد لكم أنه إحنا إذا جت الواحد تطق على رأسه أو تساؤل بلاش نقول طق على رأس الناس صارت تتحسس اليومين لا صار في تساؤل راح مسك لك الوثائق والأوراق ودور وين أي شيء بس يرمي البلوى على رأس الثاني ويفتكه. ثانيا نحن في مكتب الرئاسة لرعاية الشباب بجدة لم يتم مخاطبتنا من قبل إدارة النادي بطلب إقامة المباراة ليتم الموافقة عليها واحد واتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة بتكليف حكام اثنين وتأمين المباراة بتواجد الجهات المختصة ثلاثة والهلال الأحمر حسب النظام المتبع وسيتم مخاطبة إدارة النادي بهذا الشأن والتحقق من الواقع وتطبيق الإجراءات النظامية. يعني لما تسمع الكلام تحس أن لو الاتحاد أرسل خطاب لمكتب الرئاسة في جدة حيرسلون ريسكيو 911 حيرسلون فرقة. تصدقون أنه وقت وفاة اللاعب الله يرحمه وقت وفاة اللاعب هذا ياسر هوساوي في الملعب اللي جنبه داخل نادي الاتحاد مباراة رسمية بين الاتحاد والاتفاق في درجة الشباب يعني أكيد مخاطبين وأكيد مكلمين وقايلين لهم كل شيء ما فيها هلال أحمر رسمية دي أساسا ما لازم خطاب حتى طيب. كل شيء. ما فيها هلال أحمر أنت ما جبت في المباراة الرسمية هلال أحمر تبغى تحطها برأس النادي أنه ما خاطبنا مع أنه في معلومات تقول أنه النادي قال أنه ما هي مباراة أصلا تقسيمة وخلنا نقول أنها مباراة أنت ما وفرت في الرسمي الحين إلى الآن في الجوال عندي أكثر من 14 مباراة أقيمت في المملكة بجميع الدرجات ما فيها هلال أحمر يا جماعة في لاعب توفى يعني واحد توفى على الأقل مكتب الرئاسة يتحمل مسؤولياته في جدة اتحاد القدم يقدم تعزية يتحمل مسؤولياته في جدة أنتم ليش كذا كل شيء عندكم تميعونه وفي ضبابية في كل شيء ليش ما في حق ليش ما الناس تعمل بحق وما تخاف اللي على حق ما يخاف اللي يكذب واللي يسرق واللي يلف ويدور هو اللي ينفضح على طول وعلى رؤوس الأشهاد عاجلا ولا آجلا أي أحد خلك واضح وما حد يلومك يا أخي لاعب توفى تتعامل مع الموضوع بهالتسطيح يعني بمنتهى التسطيح وأحمد إيش باختصار شديد أنا جتني رسائل من مصادر رسمية أعرفهم جيدا ويعرفون إن شاء الله يثقون فيه ونثق فيهم يقولون أنه جميع المسابقات عدا دوري جميل لا تحضر سيارة الإسعاف ويتذرعون المسؤولين في الهلال الأحمر أنه لم تصرف لهم مكافآت ولن يحضروا إلا للدوري الذي يصرف في مكافآت بعد المباراة مباشرة وهذا شيء رسمي وعندي أنا شخصيا الآن خطاب صورة من خطاب رسمي في هذا الإجراء يا أبو أحمد يعني لحظة أنا أقول أنا السؤال المهم الحين مكتب الرئاسة وعنده لاعب متوفي هو عارف أنه غلطة أو خلنا نقول مشارك في الغلط ما يعرف يقول أنا فعلا خاطبناهم وما جو هذا تقصير مننا ولا من الهلال الأحمر كذا جاي يبغى يلصقها في النادي وهو النادي قاعد يقول لك أنا عندي مباراة رسمية ما جاء فيها الهلال الأحمر أي مباراة رسمية ليش؟ في ما يعني أنا أقصد أنه أنت اليوم عندك حالة وفاة بني آدم حتى في هالموضوع في تمييع يا أخي شوية صراحة شوية مصداقية مع العالم شوية تحمل المسؤوليات لا ومتى جرد لحظة احنا خلنا نقول انه مو مسؤول لانه ما بلغه خلنا نقول مو مسؤول ليش ما جرد لما طرح في روتانا او في كرة لوين عن ما نشر انا على فكرة انا قرأت نفس الموضوع في اكثر مكان قبل يومين لكن خلني بس اكمل جزئية المهم الاهم الان هو رسالة الى الامير عبد الله بن مساعد كثير من الامور اكيد انها ربما لم تطرأ اليه الان هذه قضية وطرحت ايضا بعض الصحف والان انا اقول شخصيا جتني رسائل من مصادر رسمية تؤكد هذه المعلومة وتصر عليها ولم تشير إليها إلا لأنها تعاني من هذه المعاملة وبالتالي أعتقد أن لا بد يتخذ إجراء سريع على الأقل لتوفير المادة التي تغطي هذه الإجراءات ثم يحقق في الأمر لكي يصدر قرار رسمي لتلافي مثل هذه الأمور التي قد تشكل خطر كبير على حياة اللاعبين أبو عبد الله والله أبو جود بعطيك المعلومة اللي يعني باختصار عشان ما نجلس تقول كل واحد يرمي الهلال الأحمر حسب المعلومات اللي جاتني يمكن قالها أبو أحمد إنه ما حضر لأنهم ما أخذوا مكافآت ما يخالف
اوكي ما حد يعمل بلاش. ما يخالف يا حبيبي، الهلال الاحمر ماخذ فلوسه وغلطان. ليش؟ خليني اقول لك شيء، خليني اقول لك غلطان، ومفروض يتعامل مع الموضوع خلينا نقول بمسؤوليه، يتعامل مع الموضوع بمسؤوليه، يخاطب الجهات الرسميه ويتكلم، يعلن انه يخلي مسؤوليته من اللي قاعد يصير. انا الحين ما هي مشكلتي، انا مو مشكلتي الهلال الاحمر، مو مشكلتي الهلال الاحمر. نعم انا مشكلتي الان تصريح مكتب الرئاسه. طيب انا اتكلم يعني قاعد مكتب الرئاسه يقول لك احنا ما لنا دخل. ابو جوده عشان كذا انا اتكلم، لان انا احمل هنا الرئاسه، انت ما تعطيهم مقابل. طبعا هم مو مسؤولين عن المباريات شغله الهلال الاحمر، لكن يدفع لهم مقابل يحضرون في المباريات. نايف هم جزء مهم لا يتجزا من المنظومه الرياضيه، لانهم لهم علاقه. لو لم يكن لهم علاقه مباشره من خلال طبعا العمل كما عمل، لو لهم علاقه مباشره كان ما انتظروا. لا طبيعي. السؤال المهم اليوم من متطلبات اقامه المباراه، اللي المفروض يعني مراقب المباراة والأحمر، مو المفروض يتأكد إنه في هلال أحمر ولا إسعافات؟ إلا تذكر يا أخي، تذكر إنه في يوم من الأيام الحكام قال إذا ما كان فيه أمن كافي لا تقيم مباراة، لا تبدأ. هذه زيها نفسها أخطر من هذه. خلنا نروح للفاصل، فاصل قصير بعد هنا.